ما يلقيها لك يغبر لك الشقل. ومرتو راه معاه في الدار. كم اختي؟ كم سلام. كيف دايره بخير لاباس عليك؟ الاسم ديالك هند؟ مفتي. شاف عمرك؟ 15 عام. 15 عام اختي انت عندك معاناه كتعاني من المرض اللي سمعنا بغينا نعرفوا كيفاش اكتشفتي المرض؟ كيفاش البدايه ديالك؟ شنو كنتي تحسي في الاول ونبداو دقه دقه حتى نوصلوا لها؟ انا اول مره في 2019 كان جاتني واحد السخانه هستيريه وتقيه بزاف صافي بقيت فحال هكاك شي يومين تقريبا. من بعد داتني ماما للسبيطار قالوا شافتني الطبيبه قالوا لها خصنا تنعس. فاش نعست صافي بداو كيدقوا لي واحد البراوات لمده ديال 5 ايام وانا نعسه في السبيطار. من بعد فاش خرجت وحالتي كتدهور وانا كنضعف وجهي ديما صفر شعري كيطيح بزاف الم في المفاصل كنطلع في الدروج كنسخف. ومؤخرا تقريبا دابا في شهر 11 صافي مابقيتش كنقدر ناكل فقدان الشهيه زعما. يعني لحد الان شهر 11 باقا ما عرفتيش شنو عندك ولا عرفتي شنو عندك؟ لحد الان باقا ما تاكدتش ولكن على حسب التحاليل خرج واحد التحليله عندي طالعه في الدم الميكروب في الدم وعندي نقص في الحديد بزاف. دابا متبعه الدواء ديال الحديد وهاد الماده اللي عندي طالعه في الدم كتاثر على القلب والكلي. متبعه مع طبيبه جنان في الرباط هي اللي رجعتني عند واحد الطبيب بني حيه ديال القلب. فاش مشيت عنده قال لي عندك دقات القلب طالعين بزاف وعطاني واحد الدواء اللي متبعه دابا ها هو وقال لي خصك ديري تخطيط ديال القلب باش نشوفوا الصمامات ديال القلب والغشاء ديال القلب تقاسوا بهذا الميكروب. ومن بعد تقدر ترشدني الطبيبه عندي اما الطبيب الكلي يا اما الطب الباطني وخصني وانا من بعد من قبل كنت درت تيو ديال المعده وديال المسران باش يشوفوا زعما منين الاصل اللي خلى الحديد يهبط لهاد الدرجه الجسم ما كيستافدش من الحديد. فاش درت تيو ديال المعده والمسران ما بان لي زعما حتى شي حاجه ما كاين زعما حتى شي مشكل اللي يخلي الحديد يهبط حتى لهاد الدرجه يعني باقي شي مشكل خصهم يعرفوه. قالت لي طبيبه خصك واحد الكابسول كتهبط عباره عن كاميرا كتبلع من طريق الفم اللي كتبين لهم المعي الدقيق واش فيه شي مشكل. الثمن ديالها 5000 درهم. 5000 درهم عندك انت؟ لا ما استطعتيش. انا فاش وصلت بعدا لهاد المرحله تا بزاف ديال المصاريف من بين التحاليل والدوايات وماما دارت لي بجهد زعما باش تقدر زعما تداويني ولكن غلب الله. دابا ربي يفرج دابا ربي يفرج الصبر دابا ربي يفرج محسنين غيشوفوك ان شاء الله غادي يتعاونوا معاك. ايوا العائله ما يعاونونا زعما ولكن المصاريف بزاف بزاف يعني كل طبيب كتمشي عنده كيعطيك تحاليل بزاف يعني هو الطبيب ما عارفش الحاله ديالك الماديه يعني انت فاش كتشرحي لي الحاله ديالك كيعطيك تحاليل يعني خصو يشوف هو مناش خصو حتى هو ما عارفش خصك ديري تحاليل باش يبان ليه حتى هو شنو يعني ما كيفكرش في الحاله الماديه ديالك واش انت عندك باش ديري تحاليل واش عندك باش ديري الدواء. هو كيقول لك هاكي التحاليل ديريهم وجيبي لي جيبيهم ليا نشوفهم ليك. يعني عادي هاد المساله ديال الاطباء عادي انه يقولك دير التحاليل ما يمكنش هو عاوتاني يصرف من جيبه. شكون هو الطبيب او الطبيبه اللي تعاملوا معك في هاد الحالات ديالك؟ الدكتوره سناء املال كنت مشيت عندها. انا اول طبيبه مشيت عندها في شهر 11 من بعد ما فقدت الشهيه بزاف ما بقيتش كناكل مشيت عندها وعطاتني بزاف ديال التحاليل وعليها باش عرفت عندي نقص في الحديد بزاف وهي اللي رشداتني. عملت معك تخلصت منك؟ لا ما تخلصتش مني اللي كنبغي نشكرها من هذا المنبر بزاف. هاد الدكتوره املال الا كنت اسامه كتذكر وقيله هي اللي كانت تعاملت مع حفصه البعولي بمرض السرطان ما تخلصتش منها ياك؟ نفس الاوردونونس ديالها نفس الاوردونونس ديالها هي. الدكتوره املال اخوان كنشكروك بزاف لانك كتعاوني مع الفقراء والمحتاجين وهذه ثاني مره وثاني حاله كنشوفوها وكتعاملي مع تعاملتي مع حفصه الباعولي مرض السرطان اللي كتشكرك بزاف واليوم كتعاندي تعاونتي مع هند كنشكرك بزاف والله الا تحيه ليك وكيكونوا بنات الناس. هاد السيده حسيتي بها شويه مسكينه عطاتك شويه نسات عليك شويه؟ بزاف والله زعما فاش اول زعما طبيب غنشوفو غيتفهم الحاله الماديه ديالك وفاش تحكي ليه قصك غيقول زعما ما فاش تبغي تخرجي تخلصي يقول لك لا صافي غير سيري ما تخلصيش. هذه قالت لك ما تخلصيش؟ اه الطبيبه هذه سناء. سناء املال. سناء املال كنبغي نشكرها بزاف من هذا المنبر. بغينا نشوفوا الطبيبه هذه اخويا هذه اللي كتعاون معنا صراحه كنشكروها بزاف هكا يكونوا ولاد الناس والله الا ما كرهناش نشوفوها. المهم كمل القصه ديالنا. دابا انت عندك الحاله الماديه ضعيفه.
انا زعما ماما دارت لي جهد مازال كنقرا عندي التاسع هذا العام وماما زعما دارت لي في جهدها هي وما يعاونوا الناس ولكن المصاريف بزاف يعني كل طب كتشي عنده المصاريف تقريبا كتصرفي كاع في المجموع في الشهر تقريبا دابا حاليا بلا داكشي اللي طالب لك 5000 درهم وداكشي تقريبا شحال تكلفك تقريبا 3000 درهم 4000 5000 بحال هكاك ما بين شي 3000 درهم 2500 درهم خصك تخرج في الشهر حيت كل شهر خصني نعاود تحاليل نشوف هاد الماده فين وصلت واش باقا طالعه خصني نشوف الحديد حيت متبع الدواد لا حيت شحال الجامعه ديال الفلوس عندك دابا كاع ما عنديش فلوس دابا دابا حيت حنا ما وصلنا زعما انا نعيط لكم باش تجيو نوصل الرساله ديالي صافي زيرو درهم ما عنديش باش نكمل العلاج ديالي دابا ما عاونوكش المحسنين يعني انت غتضيعي ما يعني انا كنشوف راسي كندوب نهار على نهار وكنشوف راسي وكيجيني الالم هنا في الكلاوي حيت هاد الماده اللي عندي كتاثر على القلب والكلي وصافي كنبقى نبكي وكنشوف راسي كندوب نهار على نهار ولكن ما عنديش باش نتعاش هضر مع المحسنين شنو بغيتي كنطلب من الناس يعاونوني يشوفوا من حالتي حيت كما انا اليوم مريضه يقدر اي واحد فيكم يمرض غدا يعني نعاونوا بعضياتنا ماشي زعما حيت انا زعما في هذه الحاله كنطلب يعني اي واحد مسك عليه الله في استطاعته انه يعاون باش ما كان ما قليل ولا بالكثير حيت انا في هذه الحاله ديالي محتاجه لاي مساعده يعني تقدر تعاوني انت بالقليل ولا يعاوني الاخر بالقليل يعني يولي كثير ونقدر نمشي نتعالج به ويلا 15 سنه يعني باقي صغيره وعندي طموحات وبغيت واحد النهار زعما نبقى زعما نشرب الدواء وقت نمشي عند الطبيب آلام القهرة وحق الله ما حيرتك المرض ما حيرتك الفلوس المادة ما كايناش يعني إذا كان شي واحد في استطاعته أنه يتعالج يعني أقول هذا ابتلاء الحمد لله لكل حال وربي ما كينزل حتى كينزل الدواء يعني حيت هو عنده باش يتعالج ولكن زائد المرض زائد الحالة المادية ضعيفة يعني راه دابا ربي يفرج إن شاء الله المحسنين ما غيخليوكش بلاش شكون كيعاني معاك في العائلة ديالك كثر؟ ماما وخواتاتي يعني واخا ما عندهمش باش يعاونوني ديما الدعم المعنوي وكيقولوا لي صبري دابا ربي يفرج دابا ربي يسخر خوت كيف ما كتشوفوا هادي هي الحالة ديال الأخت سهند وكنتمناوكم كاملين تعاونوها راه نحتاج نقول لكم راه كلشي عندنا هنايا الوثائق ديالها يعني اثبات وداكشي اللي بغى يجي تتاكد بعينيه الطبيبه الوحيده اللي تعاونت معها هي الدكتوره سناء املا اللي كنشكروها بزاف ماشي غير هي اللي تعاونت معها بزاف الناس كيشكروها كنتمناكم تعاونوها بغينا تقولي نمره التليفون ديالك والاسم ديالك والكنيه ديالك اللي غنديرو في الشاشه ديال ماماك ولاكار ديال ماماك غادي تقولي لنا النمره ديال ماماك والاسم ديالها والكنيه ديالها باش يصيفطوا الناس يتعاونوا معكم نتوما مباشره حيت حنا كنديروا النمره ديال الشخص اللي هو محتاج كيتعاونوا معك مباشره ما كاينش وسيط بيناتكم صافي قولي لي نمره التليفون وسميت امك وكنيتها وحنا نكتبوها في الشاشه 06 52 35 16 06 مريم ابن بطوطه مريم بن بطوطه ابن بطوطه الكنيه ديال الام ديالك هذه اللي غادي تكفل حنا غنصوروا لاكارط وغنحطوا السميه والكنيه وكنتمنوا ان شاء الله الناس يعاونوك وان شاء الله راه ما غيخسروش لك الناس وراه هي شابة 15 سنة باقي طموحات قدامها أي واحد دار واحد العمل معها راه خير كثير إن شاء الله شنو آخر كلمة غتقولي؟ كنقول اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره ويعاون واحد آخر اللي كان في استطاعته ولا ما في استطاعتوش وخا يعاونو غير بالدعاء